مساء الخير. النهاردة احنا هنتكلم عن انغماد الامعاء في الرضع والاطفال، ودي الحقيقة من اهم اسباب الانسداد المعوي في هذا السن. بتحصل في عمر ما بين 2 و4، والسبب ان الامعاء الدقيقة بتتداخل في القولون وينتج عن ذلك انسداد في الجهاز الهضمي. الاسباب غير معروفة، انما عادة بيسبق هذا الحدث ان بيبقى في التهاب في الجهاز التنفسي او في التونسيلز، او نزلة معوية، ده اللي بيزود احتمال حدوث هذا الانغماس. طب ايه اللي بيحصل للطفل؟ الطفل من نتيجة للتداخل ده يحصل مغصة جامدة جدا، بتترجم في صورة صراخ مستمر من الطفل، ومع هذا الصراخ بيرفع رجليه الاتنين على بطنه. الصراخ ده بيستمر دقائق، ثم من الإجهاد الطفل ينام علشان يستريح من المغصة دي، ثم يعاودها مرة أخرى بعد من 15 لـ20 دقيقة. بيبقى مصحوب بقيء، وكذلك بعد ساعات من حدوث التداخل ممكن جدا ان يبقى البراز يتلون بالدم والمخاط. الحقيقة لو الأم راحت للاستشارة اللي هي المفروض انها تبقى سريعة، سواء لطبيب الأطفال او لجراح الأطفال، وابتدى يضع هذا الاحتمال في مخه او في تشخيصه، هيحسس على البطن، يلاقي تورم موجود في الجهة اليمنى السفلى من البطن. ده معناه ان احتمال هذا التشخيص وصل الى 100%. ايه اللي المفروض ان هو يتعمل؟ دكتور جراح الاطفال لازم يستشار في هذا الموضوع، وبيبدأ بان هو بيعمل محاولة ان يرجع هذا الانغماد بانه يعمل حقنة شرجية تحت الأشعة التلفزيونية. يعني لازم يكون المسار بتاع المية اللي بتبقى في الحقنة الشرجية دي هي تحت صورة تلفزيونية، ويراقب تحرك الامعاء الداخلة دي الى مكانها الطبيعي. اذا اطمأن ان الامعاء رجعت الى مكانها الطبيعي، بنحط الطفل ده تحت الملاحظة لمدة حوالي 4 لـ5 ساعات علشان نتأكد انه هو مش هيرجع تاني هذا الانغماد. في بعض الاحوال هذه المحاولة اللي هي غير جراحية لإعادة الإمعاء إلى مكانها الطبيعي لا تنجح، لأن المسارين تبقى تقريبا لازقة في بعضها، وخاصة إن الإنغماد ده بيصاحبه الأوعية الدموية المصاحبة أو المسؤولة عن تغذية الإمعاء، فمفيش بقى انتظار أكتر من كده. الطفل لازم يجري عملية جراحية، والعملية الجراحية
معناه ان احنا بنفك المصارين من بعضها ونرجع الامور كحالها الطبيعي. اللي احنا اتكلمنا فيه ده كان نوع الانغماد اللي بيسمى الاولي. في نوع تاني بنسميه الثانوي. الثانوي بيبقى فيه سبب معين موجود في نفس التجويف بتاع الامعاء، وده يا اما في صورة نتوء، يا اما في غدد بيبقى حميد، يا اما في صورة ورم في الغدد الليمفاوية وده بيبقى غير حميد. وبالتالي في الثانوي بيبقى المسألة مفيش محاولة ان احنا نعمل ان احنا نرجع الانغماد هون بالحقن الشرجية تحت المناظرة التلفزيونية، لا بيبقى بيحتاج الى تدخل جراحي علشان نستأصل السبب اللي هو في الانغماد الثانوي، اللي هو يا اما حاجة حميدة يا اما تبقى حاجة خبيثة من الغدد اللي